مشروع قانون رقم 97/12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون. يدخل مشروع القانون رقم 1297 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ضمن الإجراءات التي تستهدف ضمان ممارسة رياضية شريفة وحماية صحة الرياضيين. السادة النواب، اسمعوا السيد الوزير عفاكم. وحماية صحة الرياضيين وكذلك تنفيذ التزامات المغرب في هذا المجال والحفاظ على مصداقيته في المحفل الرياضي الدولي، خاصة ونحن على أبواب افتتاح الألعاب الأولمبية لريو جانيرو الذي يشارك فيها المغرب ب 49 رياضي ورياضية ضمن 13 نوع رياضي. وفي هذا الإطار فإن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة في مجال تنمية الرياضة التي أضحت حقا دستوريا بكونها رافعة للتنمية الاجتماعية والبشرية لما تحمله من قيم نبيلة كالتسامح والانفتاح على الآخر والتضامن والتربية على المواطنة. لذا وجب النهوض بها بالوسائل الملائمة وتطويرها وتعزيز منظومة الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية والتدبير الناجع لكل الجوانب الخاصة بها بما في ذلك مناهضة تعاطي المنشطات. وتجدر الإشارة إلى أن ضرورة معالجة ظاهرة المنشطات كانت قد وردت في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالسخيرات في أكتوبر 2008، والتي اعتبرت هذه الآفة ظاهرة غريبة على التقاليد والثقافة المغربية ويجب التصدي لها بقوة وحزم. كما أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة والتي تم اعتمادها من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، وصادق أيضا على المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. ومن أجل مواكبة التطور الحاصل على المستوى الدولي والقاري والجهوي في مجال محاربة المنشطات تم اعتماد هذا المشروع الذي يهدف الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحتها والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل بعدم احترام أخلاقيات الرياضة وقيمها النبيلة. ويتكون مشروع هذا القانون من 57 مادة مقسمة إلى 6 أبواب تشمل إلى جانب الأحكام العامة الجوانب المتعلقة بالتدابير المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات، الأحكام المتعلقة بحظر تعاطي المنشطات ومراقبة تعاطي المنشطات، كما ينص المشروع على إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات التي تتكون من 3 أجهزة: الرئيس الذي يعين بمرسوم ويتمتع بسلطات الصلاحيات الضرورة لإدارة الوكالة، مجلس الإدارة الذي يتألف من مجموعة من الأعضاء من ذوي الكفاءة في المجالين القضائي والقانوني وفي مجال علم الصيدلة وعلم السموم وطب الرياضة والطب البيطري وكذا أعضاء مؤهلين في مجال الرياضة، ثم المجلس التأديبي الذي يختص باستثناء أي محكمة رياضية أخرى بالنظر في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات. وهناك أيضا مقتضيات مرتبطة بمعاينة المخالفات وكذا العقوبات التأديبية والجنائية، بالإضافة إلى تنظيم مالية الوكالة ومراقبتها وكذا وضعية المستخدمين وكيفية توظيفهم والتعاقد معهم. تلكم سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، المقتضيات التي وردت في نص مشروع القانون رقم 1297 المتعلق بمكافحة المنشطات. و
وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة النواب المحترمين أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلسكم الموقر لتفاعلهم الإيجابي ومصادقتهم بالإجماع على هذا المشروع الهام بالنسبة للرياضة المغربية ولمصداقية بلدنا وصحة رياضينا. شكرا. شكرا السيد الوزير.